قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. رواه الحاكم في المستدرك. فيجب اعتقاد أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما ينزل من السماء يكون واضعا يديه على أجنحة ملكين، ويكون المهدي في شرق دمشق قد تهيأ لصلاة الفجر، فيراه المهدي فينتظر، فلما يصل سيدنا عيسى إلى الأرض يتأخر المهدي، فيقول له سيدنا عيسى عليه السلام: تقدم لك أقيمت. فيصلي سيدنا عيسى عليه السلام خلف المهدي إعلاما للناس أنه نزل ليحكم بالإسلام ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد تلك المرة يصلي سيدنا عيسى عليه السلام بالناس إماما، لأنه نبي والنبي أفضل من الولي، أما المهدي فهو ولي من أولياء الله تعالى.